فاللائحة الوحيدة التي توصلنا بها أو توصلت بها الكتابة العامة للجمعية الرياضية هي اللائحة التي رأسها الأخ نصر الله قرطيط. أنا أقترح رفع الأيدي للوضوح الشفافية وأرفع أيدي أولا. نحن لا نلقي اللوم على أي أحد بخصوص ما حدث مؤخرا، لأننا واثقون أن كل واحد منهم كان تدفع الغيرة والشعور بفخر الانتماء لهذا النادي العظيم ولهذه المدينة الغالية. لذلك أقترح عليكم اليوم توسيع رؤيتنا وتحليل وضع فريقنا العزيز، ليس فقط على المدى القريب والمتوسط بل كذلك على المدى الطويل معا وبمقاربة تشاركية. ستكون إدارتنا مبنية على هذه الرؤية المتبصرة الطويلة الأمد التي ستمكن فريقنا من الوصول إلى معايير التسيير الإداري التي تليق بعظمات اتحاد طنجة. الحمد لله انتخبت نشيب وحيد مع مكتب قوي فيه شباب من خيرات شباب المدينة. أنا تنظن ما أدغى تكون قوة ودفعة قوية بالنسبة لي باش نكمل على كنا بدينا في المنع بيننا الدولي باقي المنع الوطني ومع الإخوان غنقوم ونشتغلوا وإن شاء الله نوصلوا المبتغى لنرفعوا المنع إن شاء الله. بالنسبة للملعب الرياضية دونك غدا إن شاء الله كاين زيارة للجنة تكون مراقبة الملعب واش المرافق الملعب واش صالحة لإجراء المقابلة. إذا كانت الأمور على ما يرام غير إن شاء الله المقابلة القادمة، إذا كانت ملاحظات غير خصنا نصلحوها باش نوجدوها إن شاء الله. إن شاء الله نكونوا في حسن ظن جماهير طنجاوية وحنا في حالنا في حالهم، دونك حتى حنا جمهور قبل ما نكونوا رؤساء ولا تنسيروا راه حنا جمهور وإن شاء الله بالمكتب القوي اللي معايا بالشباب اللي معايا ان شاء الله غتمشي الامور كما خططنا لها في هيكله الفريق ونوصلوا للمبتغى ان شاء الله ونفرحوا جماهير الطنجاويه ان شاء الله. التحدي تنظن انا واثق بالشباب اللي معايا ومنخرطين اللي غينضموا ان شاء الله اللجان واي واحد باغي يخدم اتحاد طنجه مرحبا به باش نكونوا قوه ونمشيو بعيد بهذا الفريق ان شاء الله. طنجه من خلال اتحاد طنجة تستحق أن تكون على مستوى الأهداف الكبرى التي وضعها جلالة الملك نصره الله لعام 2030. أختتم كلمتي بمد يدي إلى جميع الذين يرغبون في الخير لنادينا مهما كانت توجهاتهم، لأن فريقنا بحاجة إلينا جميعا. وفي النهاية أتوجه بالشكر والامتنان لكل من أحسن فينا الظن ورأى فينا إمكانية تحمل قيادة سفينة اتحاد طنجة إلى بر الأمان. وإنه لتكليف ثقيل نطلب من الله عز وجل التوفيق والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.